السلام عليكم. مريم الحاتمي، مريضة سرطان ورئيسة الجمعية المغربية لمرضى السرطان بنت أسفي. اليوم كانت واجدة أمام المحكمة لمساندة السي الحداوي، هذا الشخص اللي عطى الكثير لمدينة أسفي وخصوصا لمرضى السرطان. فمستحيل نتقبلوا حنا بأن هذا السيد كيشفر ولا هذا السيد كيجمع الفلوس على ظهر الناس، وإنما اللي كيشفر كيف ما كنقولوا راه ما تيعطيش. هذا السيد عطى الكثير، عاون حالات كثيرة، قام بعمليات جراحية الناس، هو اللي كيوفر الغازوال للجمعية اللي كتساهم في التخفيف من معاناة السرطان، لأننا كننقلوا المرضى من أسفي حتى لمراكش ولا من أسفي حتى الدار البيضاء. الغازوال يعني متوفر للجمعية طيلة السنة بدون انقطاع، خصوصا في الفترة اللي كان فيها غلاء الأسعار وغلاء الغازوال، فالسي الحداوي كان كيوفروا لنا باستمرار دون أي انقطاع. الحمد لله الجمعية المغربية كتبغي تساند السي الحداوي وتنقولوا ليه شكرا جزيلا، وحنا معاك ودعوات مرضى السرطان معاك، وأكيد اللي كيدير الخير عمر ربي ما غيخيبه. السلام عليكم، معكم صلاح الدين، عريان مدينة أسفي. جينا اليوم مدينة أسفي من أجل التضامن مع محمد الحداوي رئيس أولمبيك أسفي اللي وقع لي هذا المشكل اللي أسف الساكنة ديال أسفي كاملة، وجينا باش نتضامنوا معاه، لأن السيد معروف الأخلاق ديالو، وهذا السيد عمره كان شفار، السيد كيتعاون من جيبه، تعاون من جيبه مع الجمعية ديال مرضى السرطان، كيتعاون مع الفقراء، ما كيخلي ما يدير هذا السيد. وكنتمنوا لي ياسر ربي يفرج عليه إن شاء الله. بالنسبة للخبر ديال الاعتقال ديال محمد الحداوي كان صدمة، زعما تقبلنا يعني كل شيء ولا كيبكي، علاش نقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله. داك السيد راه الناس كاملة عزيزة عليها، كل شيء الناس عزيزة عليهم داك السيد، وشاد الفرقة ديال أولمبيك آسيو، من نهار شاد الفرقة ديال أولمبيك آسيو الفرقة احتلت المركز الرابع وغادية في تطور وغادية، وكنتمناو ليه إن شاء الله الله يطلق سراحه إن شاء الله.